من المسائل كذلك المهمة التي يذكرها الفقهاء، طبعا ربما الآن لا توجد كثيرا لكنها مذكورة في كتب الفقهاء، ما تعرف أو ما يعرف بزكاة الركاز. والركاز قديما وجد في العصور السابقة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين وتابع التابعين، ربما يوجد، ربما لا نستطيع أن نجزم، ربما يوجد الآن ما يعرف بدفين الجاهلية. ما يعرف بدفين الجاهلية، ما هو دفين الجاهلية؟ دفين الجاهلية هو الكنوز التي توجد في الأرض وفيها علامات لأناس عاشوا قبل الإسلام، عاشوا قبل الإسلام. قد يجد بعض الناس مثلا ذهبا أو فضة أو معادن، وهذه كلها ثمينة وعليها رسم أمم ليست من أمم الإسلام، عليها علامات تدل على أن هذا المال ليس للمسلمين، إنما هو مال تركه أناس جاءوا قبل الإسلام. الركاز ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس. فإذا ما وجد الإنسان في أرضه التي مثلا اشترى أرضا، وعندما حفر هذه الأرض وجد ذهبا أو وجد فضة، هذا الذهب وهذه الفضة تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، عليها علامات ما قبل الإسلام، فهنا هذا الإنسان عليه أن يخرج منها كما يقول الفقهاء وكما ورد في الحديث، يخرج منها الخمس، يصرفه في مصارف الزكاة. فالزكاة هنا تجب كذلك في الركاز. فإن لم يجد عليه علامة من العلامات التي تدل على أن هذا المال للجاهليين أو لغير أهل الإسلام، بل وجد علامة تدل على أنه للمسلمين، فإن هذا يعد لقطة، يعامل معاملة اللقطة التي تعرف، لأن اللقطة من الأموال تعرف، يعرف بها الإنسان حتى يحصل أو حتى يجدها صاحبها. وكذلك من المسائل المرتبطة بهذا الجانب المعادن التي تخرج من الأرض، مثل الذهب، مثل الفضة، مثل الحديد، مثل النحاس، مثل الرصاص، هذه المعادن التي تخرج من الأرض، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ هذه مسألة اختلف الفقهاء فيها. لكن الآن في وقتنا المعاصر استخراج مثل هذه المعادن تقوم بها الحكومات أو من يتعاقد مع الحكومات، ويرجع وذلك يكون مرجعه إلى بيت المال، لأن هذه المعادن التي تستخرج من الأرض ترجع على الصحيح ترجع إلى بيت المال أو إلى خزانة الدولة وخزانة القائمين على أمر الدولة وأمر أمة الإسلام، ويصرفونه فيما فيه مصلحة لهذه الدولة أو لهذه البلد. فحكمه يعني ربما أثرها الآن ليس ظاهرا، ليس هناك كثير أثر. من المسائل التي ناقشها الفقهاء كذلك زكاة ما يستخرج من البحر الذي يستخرجه الإنسان من لؤلؤ ومرجان، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذه المسألة بحثها العلماء، والصحيح أن هذه ليس فيها زكاة، أن هذه ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة، فإنها كما ذكرنا في المحاضرة السابقة تزكى زكاة التجارة، ولا تعامل معاملة الذهب والفضة يخرج منها ربع العشر، أو تعامل معاملة الزروع والثمار فيخرج منها العشر أو نصف العشر، وإنما
هذه ليس فيها زكاة، على الصحيح أنه ليس فيها زكاة، وإنما تزكى فيما لو اتخذت تجارة، لو عرضت للبيع والشراء مثل هذه الدرر واللآلئ لها قيمة عظيمة وثمينة، فلا تجب فيها الزكاة على صاحبها، يعني لا تعامل كمعاملة مثلا استخراج الذهب أو تعامل معاملة الفضة، إنما هي رزق ساقه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، لأننا قلنا سابقا الأموال التي تجب فيها الزكاة محددة في أصناف معينة، في النقدين الذهب والفضة وما دخل داخلها من أوراق نقدية، من أسهم وسندات، من عروض تجارية، وتجب كذلك في الأنعام، ولا تجب في جميع الأنعام، إنما تجب في أنعام مخصوصة وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب في الزروع كما سيأتي، وعلى الصحيح أنها لا تجب في جميع الزروع، إنما تجب في زروع مخصوصة بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو استفادها الفقهاء من العلة الجامعة التي توجد في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها تجب فيها الزكاة. فإيجاب الزكاة في جميع الأموال، جميع ما تخرج الأرض وجميع ما يخرج من البحر، هذا فيه أيضا فيه تغليب لجانب الفقير على جانب صاحب المال. ونحن قلنا سابقا في الدرس الأول والثاني أن الزكاة من مقاصدها أنها تراعي الجانبين، تراعي جانب الفقير وتراعي جانب صاحب المال. لذلك لم تجب الزكاة كل شهر، ولم تجب الزكاة كل يوم، إنما وجبت الزكاة في العام مرة واحدة، وكذلك لا تجب الزكاة في جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا عندما تبلغ قدرا معينا وهو النصاب. فلو ملك الإنسان ذهبا أو ملك فضة وهذا الذهب وهذا الفضة لم يبلغ النصاب فلا تجب فيهما الزكاة، هذا أمر يراعى فيه صاحب المال. حولان الحول، هذا حولان الحول مقصود حتى ينمو المال، لو زكي كل يوم المال لن ينمو، لذلك إن الزكاة تجب في العام مرة واحدة حتى ينمو المال، يراعى فيه جانب الغني كما يراعى جانب الفقير بإخراج كما ذكرنا سابقا إخراج ربع العشر في النقدين، أو إخراج العشر أو نصف العشر في الزروع والثمار، أو إخراج في الأربعين شاه شاه، وفي خمس من الإبل شاه، والبقر مثل الإبل كما سيأتي.